تتنقل الحيوانات في أوساط مختلفة، في الماء، في الجو، في البر. تتنقل الحيوانات بطرق مختلفة، الطيران، الزحف، السباحة، الجري، المشي. بعض الحيوانات تتنقل في وسط واحد كالسمك. السمك لا يتنقل إلا في الماء. بعض الحيوانات تتنقل في أوساط مختلفة، مثال الضفدعة تتنقل في الماء واليابسة، السلحفاة تتنقل في الماء واليابسة، البط البري يتنقل في الماء وعلى اليابسة وفي الجو.